وبركاته. جمعة مباركة علينا وعليكم، ربنا يتقبل منا ومنكم. يوم مبارك من أيام الله. إيه الأخبار؟ الصوت وصل لكم؟ ازيك يا معاذ؟ ازيك يا الدار البيضاء؟ كذا كذا تكلم سامعينك. ازيك يا أحمد؟ أنا مش عايز أطول عليكم، لكن في موضوع مهم حصل، والحقيقة عجبتني اللقطة وعجبتني الفكرة. مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي كتبوا عريضة بيرفضوا فيها ضم إسرائيل لأراضي من الضفة الغربية المحتلة. طبعا انتوا متابعين القضية بتاعتنا كلنا، قضية فلسطين وغور الأردن والقصص اللي حصلة ومحاولات إسرائيل في ضوء إدارة ترامب الفاشلة القذرة، الإدارة العميلة المستبدة الدكتاتورية التي تشبه الحكام السلطويين العرب. إدارة ترامب بتمشي كل حاجة عايزاها إسرائيل، بتمشي لها كل شيء. والقرار الأخير للأسف دلوقتي إنه الصهاينة يضموا أراضي من القدس المحتلة، أراضي من الضفة الغربية المحتلة. عارفين طبعا إن ترامب أعلن قبل كده نقل السفارة الأمريكية للقدس لتكون عاصمة لإسرائيل المحتلة. وتقريبا وقتها على فكرة اللي أيد القرار ده أو بشكل رسمي يعني 5 دول تقريبا من الدول اللي كان لها موقف محترم حقيقي في الغرب. دولة فرنسا رفضت هذا الأمر وبترفض الاستيطان، وبتقول كمان يا برضو فرنسا خدوا بالكم لها أملاك في القدس، لها أراضي ولها عقارات ولها أحياء في القدس من أيام الاحتلال والقصص. مش عايزين نتطرق إلى الماضي، لكن في الحاضر خلينا في مجموعة البرلمان الأوروبي. مجموعة البرلمان الأوروبي مجموعة من ضمن الأعضاء المحترمين طلعوا عريضة أو قرار إنهم بيرفضوا ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية المحتلة. المذهل إن المجموعة اللي عملت الكلام ده هي مجموعة من اليسار، من اليسار الغربي ومن اليمين الوسط. ما فيهاش طبعا في اليمين المتطرف زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا عارفين اليمين المتطرف ما يعني ضد الكلام ده ومع اسرائيل جزء كبير منه. للاسف ما فيش مجموعه من الليبراليين الغربيين اللي هم في البرلمان شاركوا في البيان ده او مضوا عليه، ودي يعني غريبه برضو انه يبقى الليبرال مش موجودين او مش موافقين على حاجه زي دي. اظن انه اتخاذ قرار زي ده، هو مدى شرعية القرار ده او العريضة دي ايه؟ بالتأكيد العريضة دي مش هتكون لها تأثير حقيقي على الشرعية او ما يسمى الشرعية الصهيونية، محاولة اكتساب الشرعية الصهيونية. مش هيبقى لها تأثير بالشكل الكافي. هو اوروبا عموما يعني ملهاش التأثير الكافي على إسرائيل زي تأثير الأمريكان. دخلت بتاع غلط. زي تأثير الأمريك مصريين طبعا زي ما انتوا عارفين، يعني بدل ما يلف الشارع يدخل يلا فاهم. فالتأثير الحقيقي لدى الأمريكان، القرار لدى الأمريكان في نهاية فترة ترامب دي. عارفين انتوا في انتخابات في شهر 11، في شهر 11. ان شاء الله ترامب يسقط وما ينجحش في الانتخابات دي، وانا اظن ان هو هيعدي منها وينجح للاسف. لكن انا شايف انه القرار الحقيقي لاسرائيل او الضغط الحقيقي على اسرائيل يتعلق بالامريكان. الاداره الامريكيه هي اللي تقدر تضغط على الصهاينه انهم يتوقفوا عن هذا الاستيطان. طبعا قضيه حل الدولتين والقضايا المثارة دلوقتي على الساحة. برضو نسيت أقول لكم، حماس قالت إن قرار زي ده إن هو محاولة ضم إسرائيل لأراضي من الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب. كله في الآخر أنا أو غيري أو الحركات أو القيادات أو البرلمان الأوروبي، كله في الآخر كلام.
جعجعة، هل تؤدي هذه الجعجعة إلى طحن؟ هل الجعجعة هنلف الرحاية ونطلع طحين، ولا هتستمر إسرائيل في مشروعها للاستيلاء على دولة فلسطين المحتلة؟ حبيت بقول لكم بس إن موقف يعني حبيت أحيي أعضاء أو بعض أعضاء البرلمان الأوروبي اللي هم أعضاء ينتموا إلى اليسار الغربي وينتموا بعضهم إلى اليمين الوسط، اللي طلعوا بيان رفضوا فيه إن إسرائيل تضم أراضي من الضفة الغربية، ونؤكد إنه الدول المحيطة بمصر المحيطة بفلسطين والمحاصرة لها مثل مصر، الدول العربية أجمع لم يخرج منها بيان حتى الآن يدين هذا الفعل الحقير الذي تقوم به إسرائيل، بينما يقوم مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي من اليسار الأوروبي من لإدانة هذا القرار اللي بتقوم به إسرائيل المحتلة بضم أجزاء من الضفة الغربية، في ضوء غياب العرب والقرار العربي. يعني من لا شفنا دول الخليج، ولا شفنا مصر وسوريا، ولا شفنا دول المغرب العربي، ولا شفنا دول عربية بتدين ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، أو سيبكم من البيانات والشجب والندب والنحب، لكن ما شفناش خطوات فعلية من العرب. هو متوقع، يعني مش غريب أن العرب يجي منهم ده، بس تحية حقيقية لمجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي اللي خدوا القرار ده، تحية ليكم أن أنتم قطعتم من وقتكم وسمعتم حاجة تخص فلسطين أو تخص الكلام عن القضية دي. أنا كنت هطلع أقول لكم مثلا ده في فيلم جديد عامله المخرج العظيم الشهير يعني وودي ألن عنده دلوقتي 84 سنة، وعامل فيلم بتدور أحداثه في أسبانيا عن زوجين أو رجلين، رجل وامرأة يعني عواجيز أو كبار في السن، بيروحوا أسبانيا، وبعدين تقع الزوجة في قصة حب مع مخرج أسباني، ويقع الرجل في قصة حب مع فتاة أسبانية. كنت أكلمكم عن الفيلم بتاع وودي ألن يعني عشان تتفرجوا، فاكتشفت لا، الناس كلها محترمة وتتابع القضايا الوطنية. طبعا الفن كويس أكيد، بس تتابع القضايا الوطنية الكبيرة وهي قضيتنا الرئيسية اللي هي قضية فلسطين. تحياتي ليكم، وشكرا لاني خدت من وقتكم الوقت.